افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة معرض أهلا رمضان بمدينة شرم الشيخ للسلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية، وذلك لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة. وخلال المعرض الذي أقيم تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة ويميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%. جبت الستات ربات البيوت وبسألها، الحقيقة كلهم قالوا الأسعار كويسة والأسعار مناسبة والأسعار يعني في قدرتنا، ودي حاجة كويسة، دي تملي، أنا باخد رأيهم في الحاجات دي كلها. وبعدين أنا عايز أقول للناس بقى، يعني السلع موجودة أهي، أنا جاي من الطور وجاي من راس سدر، كل السلع موجودة في المحافظة، محدش يتكالب ومحدش ياخد أكتر من يعني إمكانياته. وبعدين إحنا عايزين نرشد استهلاكنا.